طيب، إذا انتقلنا إلى الواقع السوري في الشمال المحرر، الجماعات المسلحة الأخرى مثل تنظيم مثل هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني، ما هو موقفهم من كل هذا الذي يحدث؟ هل هم مع الأتراك؟ هل هم ضد الأتراك؟ هل هم مع التنسيق مع تركيا؟ هل هم يعارضون أي عملية ضد الأكراد؟ هل هم لا يعارضون؟ ما هو موقفهم الآن بالنسبة لأي عملية ربما تصبح تركيا في الشمال المحرر؟ الحليف الرسمي للجيش التركي في الشمال السوري هو الجيش الوطني. هذا الجيش شارك في عملية غصن الزيتون ونبع السلام، وهو الآن يستعد وأبدى استعداده الكامل والجاهزية الكاملة لخوض معركة المخلب السيف بشكل بري. قوات هيئة تحرير الشام متواجدة في إدلب وفي ريف حلب، هي لم تبدي حتى هذه اللحظة أي تصريح رسمي حول هذه العملية، لكن بالتأكيد هي متوافقة مع الجانب التركي، كون الآن تركيا لها نقاط قوة ونقاط مراقبة ضمن إدلب ضمن سيطرة هيئة تحرير الشام. هذه القوات مشمولة باتفاق آذار 2020 الموقع بين تركيا وبين موسكو مؤخرا. أعتقد أن هذه القوات تتوافق مع الجيش الوطني ومع تركيا في هذه العملية.